لا شك أن الثروة التكنولوجية التي نشهدها عبر حياتنا اليومية تأثيراً كبيراً علينا. اليوم المعلومة لم تعد حكراً على أحد، وبضغطة واحدة وثوان قليلة أصبح بإمكانك أن تعرف أي معلومة تود البحث أو تود البحث عنها. سارة يونس أو الأم التقنية صانعة محتوى تنبهت لذلك الأمر وبدأت بإنتاج فيديوهات رقمية تستهدف بها الأهالي ومستخدمي المنصات. تعالوا احكي لكم كيف عم بحمي اطفالي من المحتوى السيء على الانترنت وكيف يتخلصوا من ادمانهم على الاجهزه المحمولة. اول شيء بتجيب موبايلك وجهاز طفلك، تمسك موبايلك وتمسك جهاز طفلك وبتنزلوا التطبيق اللي راح احكي لكم عنه باخر الفيديو. اول شيء بتشوف ابنك قديش استخدم جهازه خلال اليوم وخلال الاسبوع. ثاني شيء والاهم، بقدر اشوف كل تطبيق نازل على جهازه، بقدر امنعه او احد. حابب تكبر حسابك التيك توك او الانستغرام؟ هاي التطبيقات والمواقع راح تهمك كثير لتكبر حسابك. titlegenerator.com هو موقع بتحط عليه الكلمه اللي بدك تحكي عنها وبطلع لك 700 فكره لمحتوى بتقدر تحكي عنه. من اهم اسرار النجاح على الانستغرام هو الاستمراريه، ولحتى تستمر وخططوا لمحتواكم الاسبوعي عن طريق استخدام. سنتحدث أكثر عن المحتوى الذي تقدمه سارة التي تنضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك يا سارة. يعني من يفتح حسابك على منصات التواصل سواء إنستغرام أو تيك توك بيلاحظ على البيو أو الملف التعريفي تكنولوجي مام أو الأم التقنية. من الذي أطلق أو من الذي أطلق عليك هذا اللقب وعلى ماذا يشير؟ مرحبا محمد، كيف حالك؟ أول شيء شكرا كثير على استضافتي، كثير انبسطت برسالتكم وتواصلكم معي. نرجع لسؤالك، سؤالك كان إنه مين أطلق عليه هذا اللقب؟ نعم. أنا بس بلشت على السوشيال ميديا، بلشت بلقب All in One Mom، يعني هذا كان اللقب المبتدأ. نعم. كنت أم عاملة، بحكي عن تطبيقات، بحكي عن شغل، بحكي مثلا ستايلي لنفرض، كثير بحكي شغلات، فكان اللقب اولها All in One Mom. نعم. بعديها من كثر حبي وشغفي بالتكنولوجي اجى تبع الغاز. اجى بيع الغاز. بيع الغاز هذا واحد من الصعوبات هاي دائما بنسمعها. نعم دائما بنسمعها. أيوة، اكبر صعوبات صناعه المحتوى بالاردن بيع الغاز، ولما بدك اياه ما بتلاقيه. نعم. محمد، فبقول لك انه فلاحظوا الناس شغفي للتكنولوجيا اكثر شيء، فكثير صاروا صبايا يبعثوا لي انت تكنولوجي مام، انا بعتبرك تكنولوجي مام، فخلص صار لقب رسمي، انه صار في اجماع انه لقبي تكنولوجي مام او الام التقنيه، خاصه انه كمان بالوطن العربي مش انه ما في امهات بيحكوا بالتقنيه، كمان ما في بنات. نعم. يعني ما بتلاقي صبايا بيحكوا عن التكنولوجيا او عن التقنيات، حتى الصبايا ما بيحبوا يتابعوا حدا بيحكي عن التقنية. نعم. لأنها عم تحكي لهم بطريقة معقدة، بطريقة ما بتهمهم، يعني كيف أنا أعرف الهارد ديسك، كيف أعرف بروسيسور، هاي شغلات ما بتهم كثير ناس. طب صار هل أنت تحاولين مثلا تبسيط هذه المصطلحات وهذه المواضيع، يعني وعرضها بطريقة جذابة للمتابعين على السوشيال ميديا؟ 100% أنا بحاول محمد أركز على التكنولوجيا اللي نستعملها بحياتنا اليومية، يعني مثلا كيف المواد كنا ناخدها بالمدرسة وفي أشياء خلص حطناها على الرف حفظناها قدمنا فيها امتحان بطلنا نحكي عنها، أنا بحب أحكي عن التكنولوجيا بطريقة بتفيد الناس بحياتهم، سواء بيصنعوا محتوى على الإنستغرام، سواء هم أمهات، سواء كانوا بشغلهم، يعني فترة من فترات شاركت متابعيني فيديو كيف بيصنفوا إيميلاتهم على الأوتلوك، كيف يلونوها. نعم. إذا هم بتو لحتى تساعدهم تنظيم حياتهم وتنظيم شغلهم، فبحاول أركز على التكنولوجيا اللي بتفيدني بحياتي اليومية، شو أنواع الساعات الذكية اللي بتفيدهم. نعم. شو أنواع الموبايلات اللي بتفيدهم، إيش مميزات وخصائص، إيش السيئات بكل منتج إلكتروني. نعم. ممكن يستفيدوا منه. سارة، ذكرتي في إحدى إجاباتك بأنك أم عاملة ولديك طفلتين، الله يخلي لك إياهم، كيف تستطيعين التوفيق بين واجباتك يعني مع طفلتيك وواجباتك في المنزل، وأيضا بين صناعة هذا المحتوى؟ صراحة محمد سؤالك على الوجع، يعني بكون بكذب عليك إذا بقول لك بوافق، يعني بوفق كل إشي 100%.
مرات بكون داون بشغلي، مرات بكون داون بالبيت، مرات بكون طاقتي عالية، مش دائما بقدر أوفق بكل إشي. في صبية شفتها على الإنستغرام عم تحكي إنها زي ألعاب البهلوان، زي الجوجلينج. نعم. مثلا إشي فوق في أشياء تانية بتكون تحت، فمش دائما بقدر أوفق كل إشي، بس بحاول وقت الفراغ أو وقت الويك إند أستغله إني أنجز بإشي معين، مثلا أنجز بفيديوز، أنجز مع بناتي بالدراسة. أصعب إشي هلأ الفترة هاي الدراسة، يعني ما أقول لك شيء. أحاول أصنع محتوى لمدة أسبوع زي ما شاركت بالفيديوز، إنه بحاول أخطط هذا الأسبوع شو بدي أعمل بكل يوم، بدي أنزل فيديو بكون مجهزته قبل بأسبوع، بعمل له سكيدجولينج، بعمل الإيديتينج، بعمل كل إشي خلال الويك إند. حتى كمان ما بضغط حالي، إذا هاي الويك إند ما قدرت ومثلا بدنا نطلع البنات، بدنا نروح مشاوير، عادي I can skip يعني it for the next week. نعم، يعني هذا كان سؤالي، هل فعلا ممكن يعني حياتك الشخصية ما تتأثر في صناعة المحتوى؟ هلا يعني كل شيء الا ما يتاثر، يعني لازم اخذ اذا بدي اصنع محتوى انا هاخذ من وقت بناتي، بس بدي اعوضهم بوقت اخر. نعم، يعني حتى بس اغيب عن السوشيال ميديا بكون اصلا مستمتعه بالبيت او بنجز بشغلي، فبس بعوض غيابي عن السوشيال ميديا. طيب، بوقت اخر. سارة، هي مش 100% دائما كل شيء. نعم. مغطيته اجزاء اجزاء. نعم. طيب سارة، هل تشاركين يعني عبر حساباتك مثلا حياتك الشخصية مع أطفالك؟ وهل إذا كانت الإجابة نعم، هل هذه المقاطع تحظى أو تحصد تفاعلا أكبر من المقاطع المتعلقة بالنصائح التقنية برأيك؟ طبعا طبعا محمد، يعني أنا كثير بشارك شغلات شخصية سواء كستايلينج أو تيك توك ترندز وفايرل، بشاركها بأسلوبي. مثلا في تيك توك ترندز بيكون سؤال جواب. نعم. مع واحد وصديقه، أنا بشاركها مثلا مع أطفالي. فالطبيعة البشرية بتحب تشوف شغلات عاطفية، بتحب تشوف إنسان أكثر من تكنولوجي، فلهيك بحاول أنوع عشان ما يملوا المتابعين، وحتى كمان الناس اللي بتهمهم طبيعة سارة يونس إنها أم وكيف مع بناتها، برضو بهمها إنها تتعلم. يعني بهمني الناس اللي وصلهم حسابي لأني أم، بهمني وصلهم الشغلات التعليمية اللي عم بنشرها. طيب، الاستفادة اللي عم بنشرها، بهمني يكونوا هيك أصحاب. اسمحي لي بس بأسألك بهذه الجزئية، هناك دراسات وأبحاث قالت إن عقل الطفل يتشكل في 6 سنوات الأولى من عمره، مع التطور التكنولوجي الذي حصل ويحدث في حياتنا قلت هذه السنوات بحيث أصبحت 2 تقريبا. كيف أنت كأم تتعاملين مع أطفالك، خاصة بتعاملهم مع التكنولوجيا، مع التابلت، مع الهاتف الذكي، ممكن إذا ألعاب الإلكترونية، أنت كأم كيف تتعاملين مع أطفالك؟ لا محمد، ما في طفل بوقتنا الحالي ما بيملك جهاز تابلت، موبايل، أي جهاز، خاصة أنه كان التعليم أونلاين قبل فترة. نعم. الأطفال اللي فوق 5 سنين لا أتوقع أنه في أطفال لا يملكون جهاز أو يعني بيستخدموا أجهزة أهلهم. أنا ما بحب أطفالي يستخدموا أجهزتي. أول إشي فيها شغلات بيرسونال، فيها ممكن يصوروا ستوري. مرة صارت فيي بنتي صورت ستوري على الواتساب ونشرتها، فمن بعدها كان ممنوع أطفالي. جهازك الشخصي؟ جهازي الشخصي. نعم. موبايلي. فكل واحد له جهازه، بس أنا أعطيهم هذا السلاح وخلص أتركهم، خاصة أني بشتغل مش دائما مركزة معهم، ممكن ما أكون فوق راسهم وأعرف شو بيعملوا على الأجهزة هاي وشو بطلع لهم وشو المحتوى السيء اللي ممكن يأثر عليهم. لهيك في طرق تقنية أنا شاركتها بعيدا عن التربية، كل شخص هو بيعرف كيف بيربي أطفاله، بس أنا بساعد بالتول بالأداة التقنية أنت كيف تستخدمها. أنت بتتفق مع طفلك، أنت بتجبره، هذا حر بينك وبين طفلك، هاي تربية. أنا ما بحكي عن تربية، أنا بحكي عن تقنية. نعم. كيف أنت ممكن تنظم وقت طفلك، تحط سكرين تايم، شو التطبيقات اللي حتساعدك حسب نوع جهازك ونوع جهاز طفلك. يعني إذا كان جهازك أندرويد وجهاز طفلك أندرويد غير عن جهازك أبل وجهاز طفلك أبل. نعم. تطبيقات تكون مختلفة. فأنا شاركتهم يعني من فترة قصيرة، لا أنا شاركت صراحة من سنتين شاركت تطبيق بس تسكر. نعم. بطل أفيلابل على الستورز، فاضطريت أرجع أعمل فيديو تاني، تويند فايرل
على التيك توك وعلى الانستغرام. كيف تنظموا اطفالكم على الايباد؟ هل زوجك بيعطيك اقتراحات مثلا ممكن تعملي لك موضوع؟ نعم كثير. انا جوزي اي تي وتعرفت عليه صراحه عن طريق الشغل، يعني هو اي تي وانا اي تي. هو بالهاردوير مشتغل اكثر وانا بالسوفتوير. نعم. وتعرفنا على بعض من خلال شغلنا. طب ممكن نشوف زوجك بحساب ويضارب عليك؟ والله لا اتوقع، هو شخص غير اجتماعي فهو بيركز علي، يعني هو ما بيحب ظهور السوشيال ميديا كثير، يعني اذا نزلت له صوره بدك تعرف انه هاي كانت بالغصب. طيب بالغصب نزلت يعني الصوره، فلا اتوقع انه يكون في له يضارب علي، بس بيساعدني بالمحتوى. بتعرف محمد انه بيساعدني بالمحتوى، يعني فرجيني افكار، بيقول لي ساره شو رايك تعملي هاي الفكره كثير شفتها ممتازه، مثلا جربت هاي الشغله عندي اليوم بالشغل ونجحت معي، شو رايك تشاركيها؟ قبل فترة شاركت على اليوتيوب خطوة بخطوة كيف تعدل سيارتك الفورد. نعم. لتظهر يعني الماب، هو اللي ساعدني فيها، كانت فكرة للأسف فيها. للأسف أنه الوقت ما أسعفنا، يعني سعدت جدا في التحدث معك وأتمنى لك التوفيق في المحتوى التي تقدمه. سارة يونس صانعة محتوى، شكرا جزيلا لك.